نعم إبراهيم، الأجواء احتفالية، أسمع من حولي الزغاريد ربما تسمعها أنت والمشاهد. مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي تشهد توافد أنصار الرئيس محمد العبد العزيز القادمين من باقي مقاطعات الولاية، والأطر أبناء الولاية القاطنين في باقي ولايات الوطن. تشهد المدينة في هذه اللحظات ازدحاما في حركة السير نظرا لأعداد الخيالة والجمالة التي كانت في استقبال الرئيس. جهود مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، وجهود أخرى قوية لإفشال هذه الانتخابات من طرف المقاطعين لها. يبقى السؤال المطروح، موريتانيا إلى أين؟ ملف التعريب يهيمن بشكل رئيس على الرأي العام والطبقة السياسية، منذرا بوجود قنبلة موقوتة قد تنسب أسس التعايش السلمي في البلد. مفارقة أو خصوصية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. المرأة الموريتانية لا يضيرها كونها مطلقة في نظر الرجل، ويبقى الأطفال والأسر ومن ثم المجتمع ضحايا لظاهرة الطلاق. يرى الرئيس الموريتاني في خرجته الأخيرة من أمام قصر الإليزي في باريس أن حالته الصحية في تحسن، وأن حشود المعارضة حسنة من حسنات الديمقراطية. الخوف من الفضيحة والتستر من أجل الشرف يبقيان هاجس أسر وضحايا الاغتصاب الجنسي. ما دفع ذوي النفوس الشريرة للتمادي؟ فما السبيل لحفظ الأعراض والحقوق والكرامة؟ بين مطرقة الحاجة وسندان الخطر تعيش آلاف الأسر الفقيرة في الأحياء العشوائية، حاجة ماسة للإنارة الكهربائية وخطر أسلاك الكهرباء القاتلة. من أحد الأحياء المترامية في نواكشوط، أحمد ولد الطالب، MBC. بين جهود الدولة في محاربة العبودية وانتقاد هذه الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني، الكثير ممن ولدتهم أمهاتهم أحرارا يعيشون الاسترقاق أو مخلفات الاسترقاق، ويكتوون بنار أبغض ظاهرة عرفتها البشرية. تفاقمت البطالة فوجد الشباب حلولا شتى، منهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل الخير، من بيت الفنانة لبابة بنت الميداح، أحمد ولد الطالب، التركية، نواكشوط. غزة، فلسطين المحتلة، من بغداد، من القاهرة، من أمام السفارة السعودية بصنعاء، لقناة نوميديا نيوز، أحمد ولد الطالب، نواكشوط. التي اتخذتها حكومة حسن وترى للحصول على التلفزيون الوطني ومبنى الحكومة يومي الخميس والجمعة، يرى فيها مراقبنا أنها ستكون بداية الحرب الأهلية في ساحل العاج. في سريع قد يوافق
لم يتمكن أنصار حسن وثرة من متابعة مسيرتهم، بينما بقى الفندق الذي يقيم فيه هو نفسه محاصرة من كل الجهات، حصار يرى البعض هنا أنه ربما يدوم طويلا. أحمد ولد الطالب، أبيجان، MBC. يمر يخطف الموت من حياتنا شخصيات فريدة، بغيابهم يلون الحزن دنيانا ونستحضر بذكراهم قيم العطاء والوفاء. تفاصيل صغيرة هي من أعطت لحياة هؤلاء معنى وقيمة، فرغم الرحيل تبغى سيرهم خالدة في أذهاننا وتظل بصماتهم راسخة بعد المغيب. إثر مرور أكثر من أسبوع على فاجعة وفاة اثنين من أبناء موريتانيا البررة، فقد انضم لركب الضحايا شاب آخر من خيرة أبناء هذا الوطن، هو ليس سوى الصحفي أحمد ولد الطالب. في الفقد توجعنا ذكراك بالحرق، أعظم بقدرك في سمت وفي خلق، وقع الفجيعة يرمينا إلى قلق، فيجهش القلب والأنفاس في القلق، كأن موتك إذ قد حل يحسدنا على مقامك في الأحياء في ألق، واخترت تختم في العلياء مرتقيا، واخترت تختم بالحسنى حياة تقي، معناك يمكث في الأجيال تذكرة، الموت أصغر أن يحويك من خلقي. إني لأبكي والدموع هطول لأخ كريم ليس منه مذيل، جمع المكارم أحمد بكاملها وسليل مجد نابه وفضيل. يا ابن خالي كيف فيك أقول، تسليمنا ربي وصبر جميل، يا دوحة الود التي قد أينعت كرما ونبلا والمصاب جليل. فليهنك الفردوس دار إقامة لك يا شهيد والمذاب أصيل، ذكراك في الأيام نبع محبة وشهادة المذنين تلك دليل، يا رب فارزقه الثواب وأعطه جنات عدن حيث هو نزيل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.